احنا قلنا قضية التوحيد وقضية الوحدة هي من أهم السمات اللي الأمة الإسلامية تتميز بيها، ولو الحقيقة للأسف لو فقدت هذه السمات أو فقدت شعورها بقيمة هذه السمات بتضيع هذه الخيرية. وبنقول ان فيه يعني فعلا يعني روح من الامل كبيره جدا، لان صحيح فيه تمزق سياسي واجتماعي، ويعني في امراض نعم، يعني احنا لا ننكرها، لا ننكر طبعا. لكن الخميره موجوده، خميره ان احنا يعني كلنا كامه بنصلي 5 صلوات، الحمد لله. ودي جذر يعني او جذع كبير، يعني يكون في خلاف في بعض الحاجات انا بعتبرها فروع، انما احنا لنا كعبه واحده، لنا قران واحد بفضل توجه الله رب سبحانه رب وتعالى، واحد. رب واحد في الاول، نعم. يعني شعور بان احنا انسانيه واحده، الكعبه كلنا بنتوجه اليها، ما نعم. حدش بيصلي في اتجاه والتاني عكسه، يعني الحج كلنا بنيجي من كل بنصوم بلاد اهو، الله بنصوم في شهر وبنصوم مع واحد. بعض، يوم صومكم يوم تصومون، فعندنا الخميره التي نبني عليها امه واحده، وان هذه امتكم امه واحده، بس فعلا عايز يتضافر دور النخبه من الائمه والعلماء مع عموم الأمة، وده فعلا اللي غرض احنا البرنامج. يعني نعم فعلا عايزين نعم نوصل إليه مع بعض. نعم نعم. قضية الرسالة، قضية إن الأمة الإسلامية ليها رسالة مع العالم. احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على إن أحد أسباب خيرية هذه الأمة أن الأمة الوحيدة التي تحمل الخير للعالم، ولعل يعني احنا قد نشاهد بعض المشاهد من الأمم الأخرى لكنها تكون مشاهدات عرضية ليست سمة رئيسية من سمات الأمة. أمة تحمل الخير للعالم بشكل دائم ومستمر، تحمل هم الآخرين، هذه سمة لازمة لأمة الإسلام. الحقيقة أنا كنت بقول في الحلقة الماضية وأنا عايز أرجع لهذه النقطة إن كلمة أخرجت للناس لها ظلال كثيرة جدا، منها إن الأمة أخرجت لخير الناس، لخير العالم أجمع، ومنها شيء آخر إن الأمة الإسلامية أصبحت مثال أخرج للناس، بمعنى نموذج نموذج. نعم، طبقوا هذا النموذج. انت عارف عارف حضرتك دلوقتي واجعين دماغنا طبعا بموضوع المعايير الجوده، معايير الجوده الايزو، يعني دايما يقول لك ايه المعايير، وده طبعا كلام علمي جيد الحقيقه، يعني الايزو او المعيار. يعني ايه معيار؟ يعني انا دلوقتي بقول المستشفى بتاعتي مستشفى جيد، معايير على الجودة. اي مقياس جيد؟ جيد بالنسبه لمستشفى ضعيف في قريه، فعلا ممكن تكون جيد، بس بقياس مستشفى كبير في العالم ممكن تكون ضعيفه جدا. فعشان كده تعال نحط معايير جوده. انا برى ان معايير الجوده للامه الصالحه هي صفات امه الاسلام. معايير الجوده في امور السياسه، معايير الجوده في امور الاقتصاد، في امور التعامل بين الناس، في امور الاخلاق، في امور رعايه الاباء، في امور رعايه الابناء، في امور التعامل مع الجار، في امور المعاهدات، في امور الحروب، في كل جزئية مهما دقت المعيار هو أمة الإسلام. عشان كده أنا أقدر أفهم بقى من هذا المنطلق الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف به هذه الأمة الكريمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. يعني إيه شهداء على الناس؟ يعني أنا أجي يوم القيامة وأقول أمة أمريكا أصابت في كذا وأخطأت في كذا، كانت مع الحق في كذا وكانت مع الباطل في كذا، وأمة إنجلترا فعلت الحق في هذه النقطة والخطأ في هذه النقطة، وأمة الرومان فعلت كذا وكذا، وأمة الفرس فعلت كذا وكذا، والأمم التي ستأتي إلى يوم القيامة هذه فعل. أنا أقيم ما حولي من أمم بمعايير الجودة اللي ربنا حطها عندي، فأقدر أشهد الأمة دي صالحة والأمة دي فاسدة، الأمة دي يعني أضرت العالم والأمة دي أصلحت العالم، بل إني بهذا المعيار وهذه الجودة أشهد على الأمم التي سبقت أمة الإسلام. وده شيء فعلا سبحان الله عجيب. يعني الحديث في صحيح مسلم عن شهادة أمة الإسلام على أمة نوح عليه السلام عندما يأتي ربنا عز وجل بنوح يوم القيامة ويسأله يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول نعم يا ربي بلغت، فيأتي بقومي هل بلغكم؟ الموقف صعب، يقول لا يا ربي ما بلغنا، ينكرون في هذا الموقف ما بلغنا. فرب العالمين من عدله وإقامة الحجة على القوم يقول له يا نوح من يشهد لك؟ هو يعلم سبحانه وتعالى أنه بلغ، من يشهد لك؟ لكن هذه كرامة الأمة الإسلامية، فيقول يا رب يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. نعم. فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهد له، وتأتي أمة الإسلام وتشهد له أنه بلغ. كيف نشهد ونحن لم نرى؟ نشهد بما جاء في كتاب ربنا عز وجل وبما جاء على لسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل عليه الصلاة والسلام نوح عليه السلام بلغ وأحسن التبليغ، بلغ قومه ليلا ونهارا، بلغهم إسرارا وبلغهم جهارا، بلغهم بكل الطرق الممكنة، فنعلم فنشهد. إذا كنا نشهد على ما سبق ونشهد على ما عاصرنا ونشهد على ما هو آت، إذن نحن الأمة التي تشهد على كل أمم الأرض كما وصف ربنا، نحن خير أمة أخرجت للناس الدنيا وآخر.
يعني مش دنيا وآخرة. يعني مش مسألة يعني, يعني هذا الامتداد لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ولذلك احنا فعلا بنفكر في صناعة علماء يقودوا العالم, يكونوا اللي هم أخرجوا للناس تحمل الرسالة. والحاجة الثانية زي ما حضرتك ذكرت هو النموذج والمثال. النموذج والمثال في مدى أوسع بكثير من القطعة الصغيرة اللي اسمها الدنيا. صحيح. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم. إنما لا, ده الموضوع ممتد دنيا وآخرة. يعني إحنا هنكون الأمة الشاهدة لو إحنا خدنا بأسباب يعني القوة وأسباب اللي هي توصلنا للأمة النموذج هذه, إن إحنا شهداء على الناس في الدنيا والآخرة وليس فقط في يعني في هذه الدنيا القصيرة المحدودة. سبحان الله. إحنا عايزين نقول إذن للإخوة المشاهدين والمشاهدات إن قضية صناعة العلماء ليست قضية نفع أمة من الأمم, إنما هو نفع الأرض. نحن نتحرك في هذا البرنامج لخير الإنسانية بجميعها, بكل أطيافها, بكل تنوعاتها, بكل جنسياتها, بعرقياتها, بأديانها, بالمؤمنين بغير المؤمنين, بالمسلمين بغير المسلمين, بالملحدين, بكله. يعني إحنا نريد خير العالم أجمع انطلاقا من هذا البرنامج. المهمة كبيرة جدا, عايزين نعلي سقف الطموح عشان نعرف إحنا عايزين نعمل إيه وبالتالي نفعل هذا البرنامج. قبل ما نخش في النقطة اللي بعدها, أنا بحب أن أنا أخاطب الإخوة المشاهدين والمشاهدات أن لا شك أن في أسئلة كتير هتأتي في أذهانكم, وأن في تعليقات كثيرة جدا على ما ذكرناه في هذه الحلقة والحلقة السابقة والحلقات القادمة. أنا بقول للإخوة والأخوات, الدكتور صلاح سلطان وأنا كل واحد منا له موقع على الإنترنت نستطيع أن نتواصل ونفعل هذا البرنامج. ما يبقاش الكلام بتاعنا كلام نظري. الدكتور صلاح سلطان لي موقع salahsultan.com, والموقع بتاعي اسمه islamhistory.com, قصة الإسلام. عايزين الإخوة والأخوات يرسلونا بهذه المعاني, أسئلة كتيرة جدا ممكن تيجي في أذهانكم, إضافات كتيرة جدا, تعليقات إيجابية, قصص مفيدة, شواهد ممكن تؤكد ما نقوله, أو حتى على يعني على الجانب الآخر تنقد ما نقوله وتخالف ما نقول. ما عندنا مانع نتبادل ونتفاعل. عايزين هذا البرنامج يصبح فعلا نواة حركة في الأمة الإسلامية, مش مجرد معلومات نظرية بنحصلها عشان نوصل لتخمة علمية دون أن يكون لها أثر في حقيقة واقعنا. كده الكلام ده يعني صحيح الحقيقة. احنا يعني نحب يعني هذا التواصل, لأن احنا بالفعل نريد أن نبني جسورا نصل بها إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإعلاء يعني سقف هذه الأمة لتتحول فعلا الأمة النموذج. وأنا عندي يقين أننا قادرون على هذا إذا فعلا اعتصمنا يعني يعني إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يعني إذا وصلنا حبالنا مع الله ثم وصلنا حبالا مع الناس بهذا الدور الإنساني الرسالي الحضاري النموذجي, يعني سنصل بإذن الله تبارك بإذن وتعالى. يعني هذه لا نشك فيها لحظة, والله سبحانه وتعالى يعني وعد يعني كلمات الله عز وجل فعلا يعني تصل إلى أعماق يعني قلوبنا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يعني كل اللي انتوا هتشوفوه ده في الغرب من يعني علوم وحضارات ومعارف ويعني ثورة في المعلومات والإنترنت والفضائيات والجينات وكل هذا, ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون, لأن دول معوقين لاستمرار الدور الرسالي والدور الحضاري وعمارة الأرض يعني بنور القرآن والسنة ونور يعني الهدي الإسلامي الراشد. طيب يعني هو موضوع كده يعني موضوع واسع زي ما بيقول موضوع كبير. وده ممكن يسحبنا لقضية أنا أتمنى أن نفرد ليها الحلقة القادمة إن شاء الله, وهي قضية الحضارة. لأن ممكن يكون بعض الإخوة اللي بيتابعونا يحصل عندهم نوع من الخلط, وإحنا بنتكلم على ما وصل إلى الغرب من علوم ومن تكنولوجيا ومن وصول إلى الكمبيوتر والجينات وغير ذلك, فيعتقد أننا نقلل من قيمة هذه الأشياء, أو يعتقد أننا نضع التوحيد والوحدة بديل عن هذه الأشياء. لا شك أن مفهوم الحضارة عند المسلمين أوسع بكثير مما قد ينغلق عليه ذهن يعني مفكر أو فيلسوف من غير هذه الأمة الرشيدة أمة الإسلام. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتحدث عن مفهوم الحضارة. أنا كده مشغول بقضية عايز أكتب فيها إن شاء الله في المستقبل, الحزم الشرعية, أن في مجموعة أشياء متحزمة مع بعض
ما ينفعش ما ينفعش تاخد جزء وتسيب جزء ثاني. ما ينفعش تفكك، دي حزب شرعي. أفتؤمنون أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نعم. جزاكم الله خيرا كثيرا الإخوة والأخوات على متابعتنا في هذه الحلقة، ونعدكم بإذن الله أن نتواصل في الحلقات القادمة ونتواصل على مواقعنا في الإنترنت. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.